هذا التقرير رح يحدد مستقبل أنوش جوبتا. فيك توضحي سيادتك شو بيقول التقرير؟ وفقاً لهذا التقرير في عنا بس 3 تليفونات بين الساعة 3 و5 المساء كانوا شغالين بالحديقة المائية. هارديك فياس، دانش كاباي و... أستاذ نارين، لا تقلق، موقع تليفونك بيثبت أنك كنت بالحديقة المائية. يا مفتش، طيب أنوج، قلي لي شو كان موقع أنوج وقتها؟ قصر فياس. لا لا، موقع تليفون أنوج جوبتا بيثبت أنه كان بقصر فياس بين الساعة 4 و5 المساء. وإذا كان هالشي صح مثل العادة، الاعتداء تم بنفس الوقت. بس هالشي مستحيل، أنا ما تركت الحديقة المائية. فيك تقول للمحكمة شو عندك، خدوه. صدقوني يا جماعة، دخلوا ما عمل شي، صدقوني يا جماعة. يلا سيادتك. يلا نارين، لا 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 لا. سؤال لو سمحت، سؤال لو سمحت، سؤال بس استاذ لو سمحت جاوبنا. استاذ جاوبنا. اختي اختي، انت بتعرفيني اكثر من اي حدا بالدنيا، انا مستحيل اعمل هذا الشيء. بوجه قولي لابننا انا وريتشل اني بريء، صدقوني. ابنكم؟ اي عمي، نحن عرفنا مبارح، كنا رح نخبركم بالموضوع بس بعدين هذا اللي صار. ميغنا ميغنا ميغنا، حديث الكل عن ميغنا، مليت منها أنا. وكمان إذا أنتوا الاثنين حابين تروحوا على المحكمة فيكن تروحوا، بس حطي ببالك شغلة واحدة يا سوبريا، إذا ميغنا رح تاخد حق اليوم بالمحكمة وقت تأكدي رح خليكي تتخلصي من هاي البنت طول العمر، فهمتي؟ أنا كتير تحملتك كل هاي الفترة، بس هلأ أنت المفروض تعملي اللي بقوله عليه أنا وبس.